بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات الجديدة في 2018 لما ارتطب له سيرفيس باكج 1 يبقى 2018 بوينت 1، ان انا لو جيت انا من فيو وقلت له جروس اورجانيزيشن بلاقي ان هو جاب لي الفيوهات والشيتات والسكادول. الجديد هي موضوع الاسكادولات، يعني الفيو والشيتات موجودين قبل كده، ممكن ان انا ارتبهم عن طريق الديسبلين او عن طريق الفيس او عن طريق التايب اند ديسبلين، او اقول له ايه الحاجات اللي مش موجودة في الشيت. اقدر ادخل هنا في اديت واعمل لها فلتر او ان انا انظمهم مع بعض. الجديد بقى ان هو ضاف لي الاسكادول، فاقدر اقول له انا عايز حاجه دي مثلا خاصه بالشباك، واقول له ما تظهرليش غير الجداول الخاصه بالتكييف، واقول له مثلا فلترهم لي بالكاتيجوري، خلي لي الكاتيجوري مثلا اللي هي جينيريك انوتيشن او ريفيجن زي ما انا عايز. اقدر اقول له فلترهم لي بالفيس، فلترهم لي بالاسكادول تايب، فلترهم لي بالفيو نيم او فيو تمبليت. فدي خطوه كويسه جدا ان انا اقدر افلتر الاسكادول بتاعتي. تاني حاجه بعد الفلتره ان انا اقول له جروبنج اند سورتنج، يعني نظمهم لي مع بعض، كل مجموعه مع بعض، الكاتيجوري مثلا الاول، وبعد كده لما تظبط الكاتيجوري ظبطهم لي حسب الاسكادول تايب مثلا. اوكي تمام. فده بيفيدني لو انا عندي اكتر من اسكادول بيعمل لي فلتر ليهم وينظمهم.